واحد بيقول عندي اشتياق وحب كبير لخدمة الكهنوت، وهذا الاشتياق معي منذ الطفولة وحتى الآن، ويزيد باستمرار في قلبي كل يوم، فهل هذا الشعور من الله أم هي حرب؟ إذا أعطاك الله حب الكهنوت اسأله أن يعطيك أيضا النشاط والمعرفة الأمور اللائقة بالكهنوت، يعني تمتلئ من المعرفة، تمتلئ من النشاط، تمتلئ من محبة الناس، هتلاقي نفسك بتخدم في كل حتة، وبعدين الناس هيرشحوك للكهنوت. لكن مجرد اشتياق قلبك بدون أي عمل مش هيوصلك لنتيجة. وربنا بيقول الذي يحبني يصنع وصاياي، فإن كنت بتحب ربنا اصنع وصاياه، بتحب الكهنوت اشتغل فيما